ما المقصود من معراج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القصد من المعراج هو تشريف أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي، وتعظيم مكانته ورؤيته للذات المقدس بفؤاده، أي رؤيته لذات الله المنزه عن كل ما لا يليق به، من غير أن يكون الذات في مكان، وإنما المكان للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالمعراج أن الرسول وصل إلى مكان حيث الله تعالى متحيز فيه، لأن الله تعالى لا يجوز عليه التحيز في مكان، سواء كان المكان علويا أو سفليا.